If you want to synthesize باراكلورو تولوين فينا CH3 وكلور وضعية التو سبستيتوانس بارا عندنا CH3 it is ortho para directing group والCl it is ortho para directing group وبالتالي إذا بلشت بالCl ولا بلشت بالCH3 they are the same وبالتالي we have two roots يا إما نيجي منحضر Cl2FeCl3 وبالتالي البرودكت راح يكون Cl بعدين نيجي منضيف CH3Cl بوجود AlCl 3 هذا التفاعل اسمه alkylation هذا التفاعل اسمه chlorination فبالتالي بيطلع الناتج النهائي CH3Cl أو Cl فوق CH3 it is the same طبعا هون مع هذا الناتج بيطلع عندي أورثو ولكن أنا بدي أحضر بارا فالناتج الأورثو ما بهتم طيب هسا لو أجينا نحضر CH2CH3 and BR بنحدد وضعية two substituents they are ortho CH2CH3 it is ortho para directing group وال BR it is ortho para directing group وبالتالي راح تكون بنفس هذا الكلام ولكن الفرق BR2 FE BR3 والناتج بدل CL بدل ما احطها بالبار بوزيشن بحطها بالاورثو بوزيشن ما في داعي نرجع نكتبها طيب لو بدنا نيجي نحضر هذا BR NO2 وضعية المركب الـ two substituents para هاي halogen it is ortho para directing group الـ NO2 it is a meta directing group وبالتالي لازم أبلش بالـ ortho والـ para وبالتالي طبعا هون في double bonds فبالتالي هاي عندي أنا البنزين رينج بفاعلها مع أول شيء بدي أحضر الـ BR فمعناته مع BR2 FE BR3 راح يطلع الناتج هنا BR فبعدين باجي اعمل نيتريشن HNO3H2SO4 وبالتالي it will be added in a para position